فضيحة صادمة القمر الطائي، انتشار لقطة القمر من بث مباشر على التيك توك وهي خسرت وانحكم عليها انه هي تصلي على النبي 5 مرات، اللهم صل على محمد وآله وسلم. فصدمة كانت انه القمر مو عارفة تصلي على النبي محمد، وصارت ترتبك وتقرأ من التعاليق وشلون الناس تصلي على النبي. طبعا ما يعرف انه اصلا القمر ما تعرف تصلي، وهذا مو كلامي، هذا كلام امها اللي بيوم من الايام نور مار سأل امها اذا القمر تصلي او لا، فامها جاوبت انه لا بس برمضان، يعني بس برمضان القمر تصلي. شوف اللقطات والله يهدي الجميع او يهدي القمر. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اوكي اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. طب خالد تصلي امر بس برمضان.